ومن علامات القلوب السليمة أن أصحابها إذا عملوا صالحا لم يأنسوا إليه وخافوا ألا يتقبله الله منهم، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهم يفرحون بالحسنات لأنها توفيق من الله، ويساءون بالسيئات لأنها معصية لله جل جلاله. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويدعوه إيمانه إلى إحسان التعامل معه وحسن الأدب معه سبحانه وتعالى. كذلك من علامات القلوب السليمة أنها تسعى دائما للازدياد من الخير، فهي تعلم أن الوقت محدود وهو رأس المال، وأن الإنسان إذا لم يستغله كان حجة عليه وترة عليه بين يدي الله. ومدة بقائنا في هذه الدار هي مدة تأشيرة محددة، وقد جئنا لعمل محدد، ومن لم يبادر إلى أداء العمل قبل انتهاء التأشيرة فإن التأشيرة ستنقضي وتكون الحجة قد قامت على الإنسان بذلك. وبهذا يصدر الإنسان خائبا كمن ذهب بتأشيرة إلى بلاد بعيدة، إلى بلاد الصين مثلا، فجاء فنام في الفندق حتى انتهت التأشيرة ثم رجع خائبا من حيث أتى، فهذه خيبة ما بعدها خيبة. فلذلك يحتاج الإنسان إلى ترشيد وقته واستغلاله قبل فوات الأوان، وأن يعلم أن هذا العمر المحدود هو رأس ماله، وما لم يستغله منه كان حجة عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى لأهل النار يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.